قال الري بقى عايزين نقرا 10 درجات تمام لعشر ايام درجات حراره، ويطبع لي الافريج بتاعه، وعايزك تكونفيرم ان الداتا اللي دخلت الداتا دخلت رقميه. طيب الحاجه دي هنعمل ايه؟ رقم واحد كده بسرعه، ادي شاشه الداتا انتري اهي بسرعه كده، ادي الكونتنت مين ديزاين هنيجي هنا، سيبك بقى من اسماء والكلام ده كله، هننزل نوميريك درجة حرارة ينفع 10، ينفع فيها ديسيمال صح؟ اهي واجي هنا كده اعمل لها ماتش بيرنت، واكتب في الهند 10 بديجري ايه؟ فيها كولر هنت اهو. بص فيو بوليفرتز زي اهي، بص تكست كولر هنت، لو جينا هنا كولر تمام؟ لا بص تكست كولر والهند بس الاثنين دول، وحتى لو دورنا على سايز، طيب لا في الجديد والله سايز للهند، ما هتلاقي بقى الحاجات دي هو اللي بيغيرها بقى، هتلاقي ضاف لك حاجات جديدة عشان كده سطبوه حلو. هننزل زرار هنسميه اوكي او وات ايفر اي كده، ادي انفر، هاجي هنا اسميه تي اكس تي هنا كده كده هيكتب 10 مبدئيا يعني، هنا بي تي ان ادي المين اكتيفيتي، هعرف هنا متغيرين، واحد بطن بي تي ان والتاني ايدي التكست اي دي او تي اكس تي ان او، وهعمل له انشاليزيشن في الاون كرييت، في الاون كرييت اهي تي اكس تي ان او ايكوال ايدي التكست find view by id r dot id dot txt degree، وهنا من تاني البطن btn button find view by id r dot id dot btn btn dot set on click، او نعملها زي ما عملناها ليه المرة اللي فاتت، تعملها على اكس ام ال على طول تمام. طيب المرة اللي فاتت يا نهى ان احنا هنا الحركة دي، الحركة دي بتعمل ايه؟ اون كليك لما اضغط على الزرار ده اللي انا ببرمج بيه، لا كنت ممكن اعمل كده public void نهى واكتب فيو في وات ايفر ايا كان، واكتب الكود بتاعي هنا اي الكود اللي انت عايز تنفذيه، وتيجي عند الزرار هنا وتكتبي كده اون كليك، هو جابها لك اهو نهى، ما اقعدش اعمل الحته دي بي تي ان دوت سيت اون كليك ليسنر واقعد اكتب الكود بتاعي، لا اكتب كودك وسميه واكتبه، ولا اون كليك ولا حاجه، واكتب الاسم جوه في كلتا الحالتين صح، بس دايما هتلاقوا تلات ارباع المواقع شغاله كده بالطريقه دي، ناس كتير جدا شغالين بالطريقه دي، خلاص تبقى عارف الطريقتين، عشان برضه انا قلت لك قبل كده انا ما اضمنش انك هتروح تبني ابلكيشن فروم سكراتش، انت ممكن تروح تعدل في ابلكيشن، فما تضمنش راجل شغال بأي طريقه،
خلاص تيجي تلاقي مثلا شغال بالطريقه ديت وانت ما خدتهاش، هتقعد تلعن سلسفين. تيجي تشتغل بالطريقه التانيه وانت ما خدتهاش برضه، هو في كلتا الحالتين هتلعن يعني. خلاص هنا اول حاجه عايزين نقرا العدد الايام اللي هتدخل، او تفر ايا كان الايام نوعها، اي ان تي نمبر، واروح قايل له نمبر ايكوال تي اكس تي ان او دوت ايه جيت تكست دوت تو سترينج. طبعا هيطلع ايرور، هتطلع من عمليه انتجر دوت بارس انت، عمليه كاستنج بيسموها كاستنج اللي هي تحويل. طيب عايز اعمل اظهر ادخل 10 ايام، مش بالضروره 10 ده حسب ما يكتب جوه التكست، بس احنا هي نفس الفكره، بس انا عايز اشغلها بطريقه الاري. قال لي اعمل لوب فور اي ان تي اي اقل من او يساوي كام النمبر، تمام اي بلس بلس، واجي هنا احط تكست واحد للافريج تكست فيو كده عشان يطلع الافريج تي اكس تي افريج. طبعا الافريج عشان يطلع لازم يطلع بس بقى ما نيجي نبرمج احسن. هنا الاي بيقول لي ماله الاي هنا، ايه المشكله؟ سنتكس اللوب غلط ليه؟ ايكوال بدايه ستارت فاليو، محتاجين ستارت فاليو. طيب هنا هيظهر كم مره اتدخل كم مره؟ 10 عشان مرات، يبقى نضطر ننزل نعمل ما هو من 0 ل 10، نضطر نعمل ايه بقى؟ عملنا من 0 ل 9، من 1 ل 9 اي هندخل 10 مرات، يبقى محتاجين ايه؟ اري صح غلط؟ اروح معرف اري، الاري هيدخل درجات الطلب، درجات الحراره، درجه حراره حروف ولا ارقام؟ صحيح ولا كسر؟ يبقى دبل صحيح او كسر، واعمل القوسين دول عشان يبقوا اري واسميهم ديجري ايكوال نيو دبل كام، قلت له حسب النمبر. كده اصبحت الاري مش ثابته، الاري تبقى لقيمه الارقام اللي دخلت. لو كتب 5 ايام يبقى هيعمل اري مكونه من 5 خانات، المره اللي فاتت كنت عاملها لك ثابته، المره دي لا، الاري بقت دايناميك حسب عدد الاري بتبني. لو تفتكر الاري، الاري اللي احنا قلنا شكلها عامل كده، شكلها عامل كده اهو، ومتقسمه حسب العدد اهو، وحتى ساعتها قلت لك شبه العماره بالطريقه دي. قال لك هنا الاري، والله الراجل كتب في التكست ده اهو، اقفل ده بتاع السند ميل، كتب في التكست ده 6، اوتوماتيك الاري تبقى 6، كتب 3 يبني اري 3، تمام. فاصبحت الاري بيزد على مين؟ على الرقم اللي هيدخل. طيب الكود ده يتنفذ امتى؟ في حاله لو الراجل كتب حاجه، افرض ما كتبش، يطلع له مسج، اروح قايل اف تي اكس تي اون او دوت جيت تكست دوت تو سترينج دوت ايكوال فاضي. لو فاضي يعمل ايه؟ تي اكس تي ان دوت سيت ايرور، خدناها قبل كده؟ سيت ايرور، او طلع توست قول له مثلا يو ماست انتر فاليو ايه؟ بعد كده ايلس اعمل نفذ الكود ده. طب دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل كده، ده فين بقى في صفحة المين؟ ماشي نحمل. بص كده لو كتب كده، هي دي سيت ايرور، هي دي سيت ايرور يو ماست انتر فاليو، بدل ما يطلع توست اشيك من التوست. خلاص طبعا لو كتبت حاجة خلاص بتتشال اهو. طيب تعالى هنا بقى، معلش نيجي هنا بعد كده، عايزين بقى نعمل ايه؟ هيدخل قيم جوه الاري، هتظهر كم مره؟
لو كتب خمسة خمس مرات يبقى محتاجين شكل لي اوت، صح ولا غلط؟ عشان يدخل فيه مين؟ وبعد كده نظهر اللي اوت كم مرة؟ بالكود انهي كود؟ الكود اللي هو حوالي خمس ست سطور اللي هو بتاع اللي اوت ان فلتر، واللي اوت بتتحط جوه اليرت دايلوج. الكود اللي هو اللي هو ده اللي احنا كنا عملناه، كنا عاملين سوبر ماركت لوب باين، كان هو ده اهو. ادي مين ريسورس عملناه مرتين حتى. ادي اول حاجه الانبوت دايلوج احطها في اللي اوت اللي هو الشكل ده بيست، قال لي هتنزل بانبوت دايلوج، قلت له اه اهي. طبعا انا عايز كم واحده؟ واحده بس. اول حاجه الصوره هنا بيقول لي غلط، قلت له حط اي صوره اهي. التكست لا 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 لا، هي هي. وهعمل احط فيها بس تكستين، تكست واحد، تكست واحد اهو. فين بقى التكست راح فين؟ اهو هيبقى الدرجة. ده اللي اوت الموجودة، وسميها اي اسم تمبريتشر واتيفر. عايز اللي اوت تظهر، قال لك هنستخدم الكود اللي احنا استخدمناه مرتين قبل كده، اللي احنا خدناه المره اللي فاتت واللي قبلها اهو. الكود اللي بينادي اللي اوت اهو الحته دي. طبعا انا هاخد كله بعد كده امسح اللي انا عايزه، امسح الكود بتاعهم اساسا لحد دوت شو دوت كريت. انا كل الكود ده بتاعهم مش عايزه. ماشي، في طبعا كمية اقواس غلط بالهبل. ده القوس بتاع مين؟ الاكس. وده الفور، وده ماشي كده لحد كده. ادي عرفنا كود لي اوت. الت انتر، الت انتر، الت انتر بيستدعي المكتبة اهو. بعد كده الت انتر. بس عندي كام تكست على الشاشة؟ واحد اللي هو الديجري. دي بقى اللي اوت، اللي اوت دي بتتعمل، دي اللي اوت اللي احنا عايزين عشان الناس بس اللي ما حضرتهاش هتظهر كده. هي اسم 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 التكست بره مش تفرق معايا. اللي هي لو كتبت هنا ثلاثة ودوست اوكي، بص هتظهر خامة ثلاث مرات. هي دي اللي اوت انه تمام اهي. هي الشكل ده بيظهر على الشاشة من بره، واخد الصفة صفات الاليرت دايلوج، طافي الشاشة من ورا وبتظهر في النص. هو ده متغير. عملت الاول لي اوت دي، نزلت صوره وتكست، نزلت منين بسرعه؟ كليك يمين نيو لي اوت ريسورس، سميتها انبوت دايلوج ودوست اوكي ونزلت فيها صوره وتكست. جيت بعد كده عايز اناديها او استدعيها، قال لي عرف متغير لي اوت اسمه لي، عايز احطها جوه اليرت دايلوج. قال لي الاليرت دايلوج ما بيشيلش لي اوت. قلت له امال بيشيل ايه؟ قال لي بيشيل فيو. قلت له عينيا، احط اللي اوت اللي انت عرفتها ليه، اللي هتاخد الانبوت دايلوج اللي انت عملتها دي حطها لي جوه فيو. طب ليه؟ عشان الاليرت دايلوج ما بيشيلش فيو، ما بيشيلش لي اوت، فبيشيل فيو، فحطيتها جوه فيو. بعد كده الفيو اسمه ايه؟ عرفت اليرت دايلوج عادي بالطريقه العاديه بتاعتنا. بعد كده قلت اليرت دايلوج دوت سيت مين، واديته الفيو بتاعي.
يبقى اصبح الاليرت دايركت شايل الفيو والفيو شايله يبقى الفيو شايله دي تمام بطريقه غير مباشر. بعد كده قلت له حط له جواها زرار اسمه ايه هيعمل ايه لسه بقى. اول حاجه هياخد درجه الحراره اللي هتدخل تتحط في الاريج ويبدا يحسب الافريج. الافريج بتحسب ازاي؟ طب العدد عندي الرقم اللي هيتكتب المجموعه لازم اجيب المجموع يبقى لازم اعرف متغير سميشن او اي متغير نوعه دبل. المتغير ده بيزيد ولا كل ما ادوس على الزرار يتصفر؟ بيزيد صح غلط؟ كل ما ضغط الزرار بيزيد صح غلط؟ يبقى لازم يتعرف متغير فوق او مع ضغطه الزرار الاون كليك دي هنا اهو دبل سم ايكوال زيرو. طيب الاري الاول الاري بتاعتنا اسمها ايه والقيمه الراجل بيدخلها فين؟ هنا التكست ده اسمه ايه؟ يبقى انا عايز اقول للديجري خد من تي اكس تي كوانتيتي اللي هو اسمه كيو دوت جيت تكست دوت تو سترينج. ايه الغلط؟ اعمل عمليه تحويل كونفير سوري دبل كونفيرت دي في الفيجوال ستوديو دوت بارس دبل. ايه الغلط تاني؟ ايه؟ الديجري دي نوعها ايه؟ ودبل ايه؟ لا اري. والاري لما نحب نحط فيها قيمه لازم نقول الدور الكام؟ ما تنساش الاري كده. كل ده اسمه اكس 0 1 2 3. لو قلت اكس تساوي 90 يقول لك انا 90 فيهم دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ قلت له فهضطر اقول 90 3 يبقى يحط فين؟ هنا اهو. الاري تعامل معاه كده صح غلط؟ قال لك ماشي. طب مين اللي شال الارقام؟ قال لك ما ينفعش تقول الفور. الفور اول ما بتضغط بتوصل ل3 فعشان كده هتضرب معاك. يعني ما ينفعش تيجي تقول هنا ايه؟ ديجري اوف اي. اول حاجه بص الفاين لازم تعرف فاينل. ماشي يا عم انا اعرفه لك فاينل مش هقول لك حاجه. اتصلحت هتضرب معاك. اول ما بتدوس على الزرار بتاع اوكي بيعد من 1 ل3 فهتلاقيه وصل لكام؟ وهيبدا يدخل الراجل يبقى هيدخل في كام؟ وخمسة وستة وانت عندك 4 و6 فده عيب في الحتة دي مع اللوب. طب اعمل ايه؟ قال لك خلاص عرف له متغير تاني اسمه زد واديله بكاس ده زيرو وتيجي هنا تقول زد. طبعا عايز تعرف فاينل اهو قول له عليا فاينل اي ان تي زد. لو جينا هنا عرفنا زد ده، زد ده هيبقى مسؤوليته بس حاجه واحده ان يلوب على الاري 0 1 2 3 يبقى هيزيد كل مره بقد ايه؟ بواحد اهي كل مره هنا اهو زد بلس بلس هتضرب. واحد كان لازم يقول لي هتضرب ليه؟ لا طب اقرا الاول كده الايرور كان نوت اساين فاليو تو فاينل فاريبل. ما ينف... اذا كان فاينل دي بنستخدمها امتى؟ لما يكون ثابت صح غلط وانت بتقول لي زوده ازاي صح غلط؟ قال لي طب خلاص شيلها. قال لي ما بتضرب هنا بيقول لي عايز فاينل. طب اراضي مين؟ ارض اجي اعمل ده يضرب لي ده اجي ارض ده قال لك خلاص خد لي دي كات كده وارميها فوق في البابليك كده الاثنين هيتراضوا تمام؟ يعني هي الفاينل بس عشان تحط لا هو الفاينل عشان تتحط جوه الزرار بس مش اكتر. تمام؟ تعالى بقى عايزين نحسب السم. ادي دبل سم ايكوال زيرو. لو دخل 9 يبقى اول حاجه المجموع كام؟ لو دخل 6 يبقى 15، لو دخل 8 23، يبقى كل مره بيجمع كنا بنقولها ازاي؟ سم الجديده
يساوي سام القديمة براس الدرجة اللي دخلت اللي هي ديجري اوف مين؟ اوف زد. طلعنا المجموع، عايز اطلع مين؟ المتوسط. يبقى دبل افريج. المتوسط تحسب ازاي؟ ادي السم على النمبر بالظبط، على عدد. كل الفكره انا عايزين نوصل لها ان ازاي نتعامل مع الاري. اهي دبل ديجري اوف كذا، لازم تكتب كده اوف كذا. وهنا برضو عايز تاخد قيمه من الاري ديجري اوف كذا. ايه فين هو ضارب؟ في حته. اه ضارب في حته بقى هنا. اه احنا دي غلط، كانش ينفع ساين اي اكس اكس. تمام، طلعنا الافرج، عايز اطلعها في رساله تي اكس تي كيو. لا مش كيو بقى، احنا عايزين نعرف متغير للافرج، مش احنا عملنا له رساله بره اهو زرار. ولو عايز تطلع بالمره واحد تاني للصم نطلع الاثنين انف اهو هنا تكست فيو تي اكس تي والتي اكس تي في جي والتي اكس تي صم، واعمل له انشاليزيشن تي اكس تي سم ايكوال تكست فيو فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت تي اكس تي افريج ولا تي اكس تي سم. نيجي هنا بقى كده اول تي اكس تي سم دوت سيت تكست. مين اللي شايل السم؟ السم اهو، بس لازم اعمل عمليه عشان ما يضربش، هو عايز سترنج. وهنا تي اكس تي افريج دوت سيت تكست سترنج دوت فاليو اوف افريج. في حاجه غلطه بس منطقيه وحصلت معانا قبل كده الحته دي، الكود ده الزيرو السم يطلع. ايوه الزيرو السم يطلع فوق عشان كل ما يضغط اوكي هيصفر. تمام اهي قط. ممكن بس دي اساينمنت؟ لا مش حاجه، لو روحت ماشي. حاضر. هنا بيقول ايه؟ variable sum is a system. هي فين؟ تعرفها تحت فين؟ variable sum is access needs to declare final. هو لو بقت final انا معرفها تاني؟ اه اهي. طب ما احنا معرفينها، كان مش لازم تعرف فوق خلاص. طب ما احنا اوريدي معرفين. عايزها final عشان هي جوه الزرار وهي لازم تبقى فوق خلاص، هنشيل جوه الزرار تطلع فوق بس كده. المفروض نجرب كده بقى، احنا على الجيني موشن. شفت الزرار مثال درجات الطلاب ومثال المنتجات؟ حولوا اري اللي احنا واخدينهم، ما ده انا كنت عايز اعمله بصراحه، بس انا قلت ناخد مثال تاني بس جديد. ما هو ده تعالى انت بقى حول ده اري الاثنين دول. ماشي هنا 3 50 66 45 المجموعة درجات دي طبعا عايزة ايه؟ تيجي كده تيجي الناحية دي او تعمل لها ديسيمال، تيجي في النص كده وتعمل لها ديسيمال. ده كده كل فكرة انك تتعامل مع الاري ازاي اهو. عشان تتعامل مع الاري عرف متغير بالطريقة دي، وكده الاري مش ثابته
ده متغيره حسب القيم. انت كتاب 3 يعني اري مقارنه من 3 قيم. بعد كده عشان تحط جواها قيمه لازم تعمل كده، وعشان تقرا منها قيمه لازم الري اوف كذا. دي اهم خطوه، هم دول اللي ضيعوا الري. خلاص ادي اهوت كده 2 كده بنى الري من 2 ديج من خانتين بالظبط 13 16 13 و16 29 على الاثنين فيها ال 14 ونص. خلاص ده متوازن، يقول لك متوسط درجات الحراره كذا، بيعملوا ابلكيشن كده متوسط درجات الحراره. خلاص في ابلكيشن بقى تاني، انت بقى تعمل ابلكيشن ده ايه؟ يقيس درجه الحراره سنسور. ده موجود جوه الموبايل، هتاكسس على السنسور بتاع الموبايل، فاهمني؟ يعني زي ما زي بالظبط في ابلكيشن بيأكسس على سنسور الحركه بتاعت الموبايل ثابته برضه. سنسور لو عملت كده تمام هتلاقي يقول لك ايه السرعه قد ايه، لو عملت كده يقول لك السرعه، لو عملت كده بسرعه يقول لك السرعه قد ايه. دي اما بيجي يقول لك ايه، اما بيجي عارف بيستخدموها فين؟ في المسابقات بتاعت الجري، انت جريت قد ايه، جريت بسرعه قد ايه. هو في الحقيقه ما بيقيس سرعتك ولا يعرف ايه سرعتك، هو بيقيس سرعه تحريك الموبايل بس. اما ال برضه بس الجي بي اس بيقيس سرعه العربيه. الجي بي اس بيشوف السرعه على طول ماشي قد ايه، بيشوف انت مسيت مسافه قد ايه في وقت قد ايه. طبعا لو مسيت مسافه على التايم هيديك سرعه. خلاص فالجي بي اس بيقيسها بالطريقه دي، بيشوف انت مشيت مسافه قد ايه. بس لازم تقول ستارت واند، اللي هو زي ستارت تريب واند تريب، فيقول لك انت مشيت قد ايه، بدات الساعه كام، فبالتالي انت ماشي بسرعه قد كده، فبيقسم مسافه على الزمن. خلاص اما الجري بيعمل لك حركه الموبايل. خلاص انت بقى ايه، مش احنا خدنا المثال بتاع ادخال درجه ادخال عدد اسم الطالب وعدد المواد اللي بيدرسها صح؟ فكده بيطلع التقدير والبرسنتج، كنا عاملينها بالطريقه العاديه بدون الري، تروح محولها الري. كنا واخدين مثال تاني بتاع المنتجات، دخل اسم المنتج وايه؟ وسعره وكميته. كده انت عندك ثلاثه اريج، حوله للري. ايه بلوب، لوب عاديه ومتغيرات اوتوماتيك كل شويه بتتغير. ميزه الاري هنا ايه؟ انك تعرف تجيب ال 29 دي جت منين؟ جت نتيجه 16 و13. تقدر تقراها منين؟ من الاري. اما كان التانيين بيعتمد على كم متغير، فكل قيمه بتدخل تلغي اللي قبلها، كل قيمه بتدخل تلغي اللي قبلها. قلنا دي هي ميزه الاري. الميزه في الاري انك تقدر تجيب القيم اللي ايه؟ اللي موجوده اللي انت دخلتها. اما كان القديم الطريقه القديمه دخل 10 تيجي تدخل 20 مسحت ال 10 هيطلع المجموع 80. جه منين يا ابني؟ ما اعرفش مجموع درجات انا دخلتها. طب فاكرهم؟ لا، وخصوصا لو دخلت 6 درجات 7 درجات بس، فاهمني؟ هي مثل انها بتقرا، تقدر تقرا منها القيم اللي انت دخلتها، زي ما حتى في اللي استعملناه. وقف الفيديو ده.